الكريم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم انطلق على حافاتكم شوطنا الاول الفيات سكوب لم يسبق له الاشتراك في عالم سباقات الهجن العربيه الاصيله 1200 هي مسافتنا المقرره هنا من قبل لجنه المنظمه مباشره مع هذا الشكل الجميل وهذا الشكل الرائع اللي تقدم منذ البدايه الشوط تاريخ نحو المركز الاول ناصر بن خميس الهاشمي مع المركز الاول المركز الثاني القدوم مع شقرة راشد بن سالم الهشامي على المركز الثاني وفي المركز الثالث شواهين ناصر بن مبارك الهاشمي هذه النتيجة الثلاثة المراكز الاولى المنطلقة هنا ظهور النوعية المميزة هنا ظهور النوعية الرائعة في هذا الشوط الجميل يا هذا الشكل الرائع اللي تقدم مع المركز الاول تقدم التاريخ تبي تصبح التاريخ في هذا الشوط الجميل وفي هذا الشوط المثير هذا الشكل تبارك الرحمن علي بن خميس وناصر بن خميس الهاشمي من يقدم لنا تاريخ في هذا الشوط الله 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 هذه تاريخ شلالة تاريخ ام الزبار شلالة تاريخ ام الزبار والام حرة واختها منتقلة ملكيتها باثنين مليون وهذا النوعية نوعية 4 مليون هذه تاريخ من تصرح التاريخ في هذا الشوط الشكل يكفيك صاحبة رمز هذا بالفعل ان انطلقت نوعية ولا اروع المركز الثاني هنا مع شقرة راشد بن سالم الهشامي المركز الثالث شواهين ناصر بن مبارك الهشامي توقيتنا الزمني توقيت الزمني نعتذر عن التوقيت في هذا الشوط مشاهدينا الكرام متابعينا